عالمنا الذي نعيش فيه بكل أنواعه ومكوناته مترابط ومتجانس بشكل كبير جدا، وهذا ما يسمى اختصارا بالتنوع البيولوجي أو الحيوي. فكما نحن مختلفين ومتنوعين، فالنظم البيئية كذلك متنوعة ومختلفة وتكمل أدوار بعضها البعض، وهناك من يموت ومن ينقرض ومن يتناقص. اليوم وفي زمن جائحة الكورونا COVID-19 تعلمنا كيف أن انحسار بيئة كائن حي واحد كالخفاش وانتقاله للعيش بالقرب من بيئة الإنسان سبب لنا كارثة عالمية لا حصر لخسائرها. في 22 من مايو 2020 يحتفل العالم بيوم التنوع البيولوجي تحت شعار الحل في الطبيعة، وبمقدورنا كأفراد أن نمارس ذلك بالمحافظة على مكوناتها في حياتنا اليومية، مثل عدم هدر المياه في منازلنا، زراعة المزيد من الأشجار والنباتات، جمع البذور وحفظها لزراعتها مرة أخرى، الحفاظ على موائل الحيوانات دون تدميرها، صناعة السماد المنزلي، زراعة الزهور لتوفير بيئة للنحل والفراشات. من برنامج المواطنة البيئية بجمعية البحرين النسائية للتنمية الإنسانية، دعوة لممارسات بيئية سهلة تساهم في الحفاظ على التنوع البيولوجي. حل في الطبيعة، نظرة جديدة لتصحيح علاقتنا بالبيئة، وعلينا أنا وأنت ونحن وهم جميعا أن نعمل في تعزيز هذا الاتجاه.